السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي جريدة الحدث 24. مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من مقبرة جوامع طريق عين الشقف. في هذه اللحظات كيتم دفن يعني جثمان ابنة منسق في حزب الاتحاد الاشتراكي هنا بمدينة فاس اللي وفاتها المنية بالديار الفرنسية بعد أزمة يعني صحية. إن لله وإن إليه راجعون. فلحظات ديال الدفن ديال نجلة المنسق ديال الحزب فكي حضرها في هذه اللحظات عدد كبير من الشخصيات السياسية والمدنية هنا على مستوى مدينة فاس، المعارف ديالهم الأقارب ديالهم. إن لله وإن إليه راجعون، تعازينا الحارة لكل الأهل ديال الفقيدة. إن لله وإن إليه راجعون. فكما قلت فهذا الجنازة كيحضروها شخصيات مدنية وسياسية هنا في مدينة فاس. في هذه اللحظات كيتم الدفن ديال الفقيدة، الله يصبر الأهل ديالها اللي وصلت بالأمس، عاد وصلت الجثمان ديالها من الديار الفرنسية لمدينة فاس بعد أسبوع من الانتظار ديال الوصول ديال الجثة ديالها. إن لله وإن إليه راجعون. ايضا حاضرين شخصيات حزبيه، شخصيات اللي كينتميو لحزب الاتحاد الاشتراكي هنا بمدينه فاس او خارج مدينه فاس، اللي جاوا في هذه الجنازه. ان لله وان اليه راجعون. وقصيد 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 وقص
كما قلت متابعينا، فحاضرين هنا بعض رؤساء المقاطعات، منتخبين، شخصيات سياسية ومدنية اللي حاضرين للتقديم واجب العزاء للأب ديال الفقيدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فنتمنى الله سبحانه وتعالى يرزقهم الصبر والسلوان، سواء الأب ديالها، العائلة ديالها، المعارفها. إنا لله وإنا إليه راجعون.